عندي ما ندير، انا غير نقيدها. واخا تكتل عده جمعيات في انجاز مشروع واحد بحال هود. تكتل في شكل عاش. لا انت تا 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 كتل ياك عده جمعيات في انجاز مشروع كتل عده جمعيات في انجاز مشروعي مشترك. شكرا. وتبنى هذه الجمعيات، تبنى هذه الجمعيات البحث عن شركاء اجانب لانجاز المشروع. شركاء شركاء يمكن جمعية خارج التخصص ديالها تساهم كيف تمكين هذا المخطط مثلا بالورط المشاريع بطريقه اكثر احترافيه بما المعايير الدوليه. ما بقاش ذاك بالورط المشروع بداك الشكل التقليدي المعروف. تمكين المخطط اللجوء اقلتها الى بغيتيش نكتب داك الشيء اللي بغيتي. اللجوء الى الاحترافيه. الى الاحترافيه انا في بالورط المشاريع في هندسة المشاريع في هندسة المشاريع حتى تتلائم مع المعايير الدولية الدولية ياك ياك المشاريع المشاريع اللي راه في المخطط ولا غادي تبنى مشاريع لا بغات تشتغل خارج المخطط حقا حنا كنهضروا غير الا بغات تشتغل داخل المخطط واخا حنا كنهضروا دابا غير باش الا بغات تشتغل الا بغات الا ما بغاتش راه حقا تحاول المجمعيات انها دير واحد التنسيقيه حسب النقط الموجوده في المخطط التنسيقيه ما بين الجمعيات المتخصصه يعني ان كل جمعيه تحاول انها تشوف النقط اللي كاينه في المخطط وتشوف الجمعيات المتخصصه اللي كل جمعية لها علاقة بهذه النقطة وتحاول أنها تدير واحد التنسيقية من أجل إنجاح المخطط. عاود إيش قلتي يا أستاذ؟ التنسيقية من الجمعيات حسب الاختصاصات من أجل إنجاح المخطط. استر اهداف اخرى ربما كان غافل عليها الفريق اثناء الدورات المخطط استر اهداف اخرى والفكره اللي نعطيك مثال الفكره اللي كنت لما كنت في الدار انه واحد الجماعه مشات دارت واحد القرار مثلا في واحد المدينه جامعيه وبقاو الطالبات كيستغلوا هذيك وجاو فكره اخرى ان الموظف يبداو يمشيو يستغلوها يعني افكار دوتي تخرجوا من هاد يعني باش يعني ربما تكونوا دايرين واحد المشروع لهدف معين ومن بعد طرح انه عنده اهداف ممكن يخدم اهداف اخرى ويكون عنده تاثير على فئات سكانيه معينه اخرى. هاي اشنو خصنا نديرو باش نوصلوا لهاد الحاله هادي؟
تيدخل الناس تيخرجوا تعطيو افكار تيخرجوا تيمشيو تيجيو تيموتوا تيحيو تيعيشوا شنو خصنا نديرو باش نوجدو روسنا للمخططات الجايه رياسه الاستثمار الفكره هي انه يعني احنا عندنا واحد المخطط للمصادقه هذه هذه الشوارع ولكن هذا خطط تكون فيه نواقص ومن بعد تقدر يعني المراجعه ديالها تكون في وارده في اي وقت لذلك انا كنشوف بان الجماعه خاص تكون عندها واحد الخليه التفكير حتى المستقبل ماشي تكون شي تنجز واحد الوقيته وصافي وتتسناو واحد 5 سنين ولا 6 سنين ولكن تكون واحد الخليه تاع التدبر تاع ليفالياسيون والدور تاع الجمعيات تكون حتى هي داخله مع ديك هذه الخليه هذه دائما كتكون اقتراحيه تاع المشاريع ولكن هو تيقول لك الجمعيه كتسير وكيدخل الناس وكيخرجوا تيقول لك الفكره الاولى خصهم يستغلوا الفضاء احسن بطريقه احسن والفكره الثانيه هو خص يخرجوا لنا افكار قريبتي سكت دابا رانا نهضروا على مخطط كمعتبر اش كنهضروا على افكار لا 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 بلاتي بعدا غير باش نكملوا هذه الفكره شنو هو الفعل اللي خصنا نديرو النشاط اللي خصنا نديرو واخا باش من بعد نشدوا هاد الحوايج في يدينا الله يعطيك الصحه واخا اذا التوثيق الرسمي التوثيق الرسمي هذا ما عندوش علاقه بالتقييم ولا بالتدبر تجارب ناجحه نديرو لها الرسمه باش نضبطوها ونشدوها ونبيعوها لوحدين اخرين ولا ربما نسعوه صافي وصلت ماشي كنا خرجت لا لا هو تماما هي زدت واحد القيمه مضافه على الشيء اللي قلتو انا يعني انا ربما كانت واحد الفكره انت زدت المحاور واحد ماشي حقي ندخل في شي حوايج بعاد عليا ياك ولكن حنا كنتبادلوا وعطاتنا الله سبحانه وتعالى وفرنا هذه القيته اللي هو كنشركوا ما فيها بس يكون فيها شويه تكوين شويه اخراج شويه تبادل شويه مدارسه غادي نوصلوا شي نتيجه غير هو التوثيق والرسمه الرسمه حاجه عجيبه وهو من اختصاص الجدد فيها الجمعية عبارة عن مؤسسة يعني يجب الجمعية مراعاة إمكانية إنجاز المشروع إمكانية مؤسساتية إمكانية إدارية بشرية تكون واحد من ناحية شغلات حنا غنجيبو الدور ديالك وهي إلا ما كنتش تمشي للتسع هي تجب مراعاة لا 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 قاتلنا 5 دقائق باش نساليو هاد الدرس دار الجمعيات على طبيق بعض المخططات ذات الصبة المستجدة الجمعيات عندهم الحق باش يضبطوا ذاك المخطط هي بعض النقاط اللي مستجدة عند المساكن المستجدة خصهم يضبطوا باش تسريع الإنجاز ديالها انتقاء ياك المشاريع ذات الأولوية الأولوية راه داروها بغي نعاودو مستعجلة إلا غادي نكتبو على الأولوية راه تبقو الأولوية وما عندناش نعاودو حنا الأولوية كل مرة صافي راه داروها قلنا واخا تخرج عوجة راه داروها واخا ولكن ذات الطابع الاستعجال هاد الفكرة زوينة علاش لأن هما أقرب الساكنة عندهم قربية عندهم مقاربة قربية كيشتغلوا بمقاربة قربية بالنسبة للمخطط واش المهم بالنسبة للمدينة يعني كنشوف أن من كل الجمعيات أنها تأسس واحد الشبكة والهدف ديالها هو السهرة والمتابعة والتواصل مع الساكنين لأن ملي كنهضروا على جمعيات جمعيات هما أفراد كيمثلوا يعني المجتمع المدني كيمثلوا بعض المجتمع إذا خص ضروري التواصل مع راه كاين جوج افكار متقاربين كاين التنسيقيه كاين التكتل كاين جوج افكار اللي كتكون التنسيقيه كتكون كل واحد عنده شوف الاشتغال اللي كدير شبكه استاذ انا الاشتغال بالشبكه صافي انا غادي نصوب لها نجمع هذه وهذيك وهذيك وغادي نصوب لها سيتو
كون اخر